نزول الحجاب. ونزل الحجاب في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. والمقصود بالحجاب هنا لأمهات المؤمنين أنه لا يكلمهن رجل غريب إلا من وراء ستر. كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها من أفضل النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا. قالت عائشة رضي الله عنها: لم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: أسرع كن لحاقا بي، أطول كن يدا. رواه مسلم. والمقصود بطول اليد الصدقة، فكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة. توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها 20 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعده عليه الصلاة والسلام، ودفنت بالبقيع. غزوة بني المصطلق. في شعبان من 5 للهجرة وقعت غزوة بني المصطلق وتسمى المريسيع، وسببها أن الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق جمع جموعا لغزو المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700 رجل من أصحابه، فأغار عليهم وقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم.